من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي استضافته مصر في ديسمبر الماضي بمشاركة العديد من أشقاء الزعماء الأفارقة والقيادات الدولية والإقليمية. هو المحفل الذي نسعى أيضا من خلال تدشينه إلى ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. ثانيا، شكل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ والبدء في إطلاق آليات عملها خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في جمهورية النيجر الشقيقة إنجازا تاريخيا، فتحرير التجارة في إفريقيا وإزالة القيود أمام تدفق السلع والخدمات يفتح صفحة جديدة حافلة بالفرص التي من شأنها نقل التكامل القاري إلى مستويات جديدة وآفاق أرحب، خاصة مع تواصل الالتزام والحوار البناء والعمل الجاد الذي بدأ بالفعل خلال العام الماضي. وفي السياق ذاته، وإدراكا منا لأهمية تطوير أسس الشراكة والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الاقتصادية والدول الأعضاء لتحقيق الاندماج القاري المنشود وترسيخ مبادئ التكامل والاعتماد المتبادل، فقد وضع اجتماع القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الاقتصادية بالعاصمة نيامي في يوليو الماضي أساساً ثابتاً لهذا الغرض. سوف نستمر في متابعته وتطويره لتحقيق أهدافه. ثالثاً، إن جهودنا لتحقيق التكامل القاري والتنمية الشاملة لن تكون لها الفاعلية والتأثير المطلوب دون الارتقاء بالبنية التحتية في إفريقيا. فتوثيق الترابط بين أنحاء القارة أمراً لا غنى عنه من أجل إنجاز الاندماج الاقتصادي ونقل السلع والخدمات والعلوم والأفكار والتكنولوجيا. ومن ثم تبنت مصر هذا الاتجاه خلال رئاستها للاتحاد، مؤكدة انفتاح إفريقيا للتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية في إطار من المنفعة المتبادلة. كما تكللت الجهود القارية والمصرية في هذا الشأن بالإطلاق المرتقب لخطة العمل الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا 2021-2030، والتي أتعين علينا دعمها. وأخص بالذكر مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائي القاري تمهيدا لإنشاء السوق الإفريقية المشتركة للطاقة، ومشروع محور القاهرة كيب تاون وغيرها من مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق التي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة. رابعا، إن مضاعفة عوائد الاستثمار في التنمية في إفريقيا متوقفة على تمكين ودعم المرأة والشباب الإفريقي.